تونس 3000 سنة حضارة. إيه في محل راديو مساء النور عسلامة، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من 3000 سنة حضارة. موعدكم اليومي مع التاريخ كالعادة يقود هذه الرحلة الدكتور محمد حسين فنتر. مساء النور دكتور. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. في الحلقات القادمة الوجهة متاعنا باش تكون إن شاء الله الوطن القبلي وتحديدا نابل نيابوليس أو كومنتوا لأحباء المنطقة وأبنائها تبعونا إن شاء الله في اللقاءات القادمة. ما اليوم بما أنه في اللقاء الفارط دكتور كنا فتحنا ملف علي بن غذاهم وثورة علي بن غذاهم ضد الباي والإشكالات اللي صارت، وطرحت برشا مواضيع من بينها موضوع التوطن، كيف يتعامل البيات اللي هما في الأخر يعني ما همش أهل البلد، يعني هما عثمانيين وسكنوا وليوا توانسة بالوجود، ولكن كان تعاملهم حسب طبيعة نظرتك أنت وقراءتك للتاريخ كان فيه عدم ثقة، أنه كانوا يجيبوا مسؤولين الكبار متاع البلاد ما همش من التوانسة، كانوا ديما في صدام مع أهل البلاد مع القبائل. شفنا ثورة علي بن غذاهم عملية المجبة والأداءات. هو الواقع منها تونس فك الفترة هذيك كان دائما منها للاستغلال فقط، ولها الحضور للاستغلال، فماش كما نقولوا احنا سياسه تنمويه كما نسميوها الان، ما تراش منها ما عندناش، بل هناك فقط محاولات لتوطين ناس يعولوا عليهم يجيبوهم من برا. اهل البلاد ما يعتبروهمش حتى كيف ياخذوا واحد ولا اثنين فقط للزينه، ذر رماد على العيون بالضبط. حاولوا من غير شك ما يسمى بالتوطن، منها الانتماء إلى الوطن إلى البلاد، ولكن محاولة كانت مشفوعة بالاعتماد على الأجانب، على من منها ما المماليك يجيوا من المتوسط، شيء من إيطاليا شيء من مالطا شيء من كل بقاع المتوسط القرصنة، عن طريق القرصنة يكونوهم. فالتوانسة ما كانوش يحترموا شيء هذا، لكن ربما نقوله أنه وقت وقعت الثورة أو ما يسمى بالتمرد، تمرد عام 1864، التمرد هذا جاء على خاطر المجبة. قلنا المجبة هي اش طالبوا، شو الشيء اللي طلبوه المتمردون؟ اولا القضاء على منها وضع حد على تطبيق عهد الامان، دستور عهد الامان، دستور عام 61 هذا هو منها تطبيق لوعود وقعت تحت ضغوط ودخلوا من غير شكل. هو حتى الدستور كان من وحي الاجانب، كان فرنسا وانجلترا هما لو حاو بضرورة وضع دستور قانون يضع حد لمعناها الحكم المطلق نتاع الباي قبل تحت الضغوط من غير شك وتحت أيضا وعود، لكن ما كانش كما نقولوا النية ما كانش صافية. التوانسة ما كانوش في مستوى قبول أو تطبيق تلك ما جاء به ما يسمى بالدستور. فعندما قامت الثورة متاع علي بن غذاهم اشتالبوا، أول ما طالبوا به هو القضاء على الدستور، قالوا احنا ما ساعدناش نحبوا نرجعوا كما كانت العادة قبل، على خطراش هم الناس القارين في جامعة زيتونة ما لقاوش رواحهم، القضاة التقليديين ما قاوش رواحهم، الأئمة ما قاتش رواحهم، حصلوا أن الشعب التونسي كل ما يلقى روحه خارج اللعبة والسلطة في أيدي الأجانب أيدي المماليك، حتى القضاة كلهم غالبهم مماليك يجيوا من برا ما يسميوش قضاة أو حكام من أهل البلاد. هو ما نعرفش كيفاش شنو ظروف
إلا جعلت معناها علي جعلت معناها الكاتب المعروف في التونسي معناها ساهم في كان مع البي وهو من أصل من جهة سليانة معناها مش هي ظروف زعلته يوصل منها يوصلوه باش يغطيو بيه شي يريضوا بيه تقول انت ايدوا بيه بالضبط ايه باش منها هكا عنا تونسي قاعد هو الكاتب نتاع الكاتب السر نتاع الباي فهمت فكل هذايا جعل انه معناها زي ما نعرفوا احيانا الشيء اللي يصلح لفرنسا او لاوروبا ما يصلحش لتونس او مازال وقته مازال الوقت كل شيء عنده وقته اي من الفتره هذيك شهدت صراع بين البيات والفرنسا يعني دخول فرنسا واعلانها يعني حتى الحمايه في تونس كان ضد حكم تعرف انه تنحات برشا سلطات للبيات وتم خلع البيات في نهايه فتره الاستعمار وحتى فما شكون من البيات كانت عنده مواقف وطنيه ضد الاستعمار الفرنسي تعرف اما من حسن الحظ اخيرا في سنة في عام 2019 خرج كتاب التونسية الاصل ما اصبحت فرنسويه تو هي وقت حاضر صوفي بسيس صوفي بسيس كتبت كتاب على تاريخ تونس وتناولت هالقضيه هذه وبينت كيفاش معناها ما يظهر كانه خير هو في الواقع يغطي شر حتى الثورة اللي وقعت أو الدستور اللي تعطى من إمناء الأجانب إمناء إنجلترا وفرنسا خاصة شو يحبوا مراهم قالوا منها نحيو قالوا مثلا ولو بنقبل هو وقعت نحيو العبودية العبيد درق هو على خاطرهم هما عندهم إنجليز وعندهم فرنسيس منها في مشدودين في تونس عن طريق القرصنة وكانوا يحبوا يحررهم فأوحاول الباي باش يحرر اي حاجه باهي تنحرق يعني كي جي المقترح اي عاد كان واحد يقترح علينا حاجه باهي حتى لو كان نواياه خدمه مصلحته هاي باهي يعني سجلت لينا سجلت لتونس كاحدى اولى الدول في العالم اللي الغت الرق كانوا يهيئوا للاستعمار شنو علاش يحبوا يحرروا باش يكونوا منها جاليه كبيره من الفرنسيس او من الانجليز حسب الظروف الا هي معناها يوليو عندهم حقوق مواطنية معناها مصالح معمول بها مثلا أن العقارات تباع إلى الأجانب شنو أكبر نتائج من العملية هذه خير الدين نجم باع نشير النفيضة إلى شركة فرنسوية كانت أول خطوة عند الاستعمار فهمتني إذن هنا راهو دائما يلزم إنسان ينسب ما يمكن نقوم به اليوم أو ما يمكن يكون ما الشيء اللي نقوم به اليوم قد يكون فاسد لكن غدوة ولي صالح في هذا الإطار بقات جدالية في تاريخ بلادنا وفي تاريخ فترة هامة هي نظرة المؤرخين نظرة التوانسة نظرة المجتمع نظرة المتابعين إلى فترة البيات يعني هناك من ينظر لها بإيجابية خاصة في السنوات الأخيرة ومواقف آخر بيات تونس ضد الاستعمار وكيفاش تم خلع البيات وما صار لهم حتى في فترة بداية حكم الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة وفما شكون لا ينظر لهم بنظرة انهم عثمانيين واتراك وجاوا في فترة فترات يعني مازلنا ماناش متصالحين مع هذه الفترة اللي تعتبر واحدة من اهم الفترات يعني عشرات السنوات يعني وفترة حكم هامة برشا مازالت المواقف لليوم فيها هذا منا والاخر من الغادي هو الواقع من فما حركة الان لاحظوها سواء في بعض المجلات التونسية الأعداد الأخير نتاع مجلة من المجلات كان
ما كاتبوا أحد أحفاد البيات، وفيه تنويه بالنظام نظام البيات. وما ننساوش أيضا في السنوات الأخيرة قبل الثورة شوية، وقع منها وقعت كما نقولوا احنا معرض كبير في قصر باردو، قصر سعيد، في يتعلق بالبيات. كل هذا محركات تحاول ان تستدر عطف الناس الى حكم البيات من غير شكل. لا اعتقد انهم ينادون بالرجوع الى هذا النظام، ولكن في محاولات. وهذه والمحاولات بالنسبه لاحفاد الحسينيين انسان شرعي، نقول انا مشروع، معناها انهم يحاولوا يضويوا تاريخ اجدادهم. لكن احنا مازلنا ما ننساوش لان الحكم الفردي عمره مهما كان عمره لا يكون صالح. في هذا الإطار ترجي أنه ربما هذه الحركات هي إعادة اعتبار العباد حكموا بلادنا، وفترة فترات يعني اللي تنفي واللي شد الحبس وتفكت ممتلكاتهم. ويعني وعلاش قلت لك فما جدل، أنا مانيش نعطي في موقف، لكن نقرأ لك بعض الأحداث اللي صارت يعني لحد الآن. يعني الأراء حول هذه الفترة مختلفة حول ما حدث للبيات ما بعد الاستقلال، أيضا فيه نظرة يعني منا ومن غادي ما زلنا ما تحلش الملف هذايا، مازال ما وقعش حسمه، معناها ما صارش مصالحة بين ظفرين. الحسم هو يكون انه نقراو التاريخ كما هو، معناها لا نغطيو العيوب ولا ننوه بما لا هو موجود. ما ننسى فما معناها احد كتاب توانسة كتب معناها كتاب في جزئين حول ما عام من ما هو معناها كتب، نقول كيف قصة أكثر منه قريب للرواية أكثر منه إلى التاريخ، لكن بين شنو ما إيش وقع في تونس وقت البيات. واضح. شكرا لك دكتور. في الإطار هذا حسني بن عمو عنده مجموعة كبيرة من الكتب في هذا الإطار، يعني بالحق جولة وفانتازيا، أدعو الناس أنهم يقراوهم. يعني سنوات هذيك الكل نلقاوها في عدد كبير من روايات حسني بن عمو، نحيوه بالمناسبة. تاخذوا فكرة شو صار في التاريخ، لأنه اعتمد على يعني أحداث تاريخية، ولكن فيهم كل أجواء اللي هزك ليها عبر كتابته حسني بن عمو. شكرا لك دكتور محمد حسين فنتر، يعطيك ألف صحة. في اللقاء القادم ننطلق في جولتنا في الوطن القبلي، هزكم النابل للسواحل لهذه المدينة الجديدة نيابوليس. شو معناها؟ أبرز الحضارات اللي مرت بنيابل، أبرز المناطق والمواقع الأثرية. إن شاء الله في لقاءتنا القادمة من 3000 سنة حضارة دي مع على IFM أحلى راديو. أنا حسن بلو عن سلم عليكم، إلى اللقاء. تونس 3000 سنة حضارة.